مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام، وها هي اليوم تنعم بالأمن ويتردد صدى الفن والرياضة في سمائها. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. المزيد لدى مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من العلمين الجديدة. أحمد، صف لنا الأجواء اليوم في إطار استمرار مهرجان العلمين. نعم إيمان، تحية لك. اليوم هو اليوم الأخير أو الحفلة الأخيرة من مهرجان العلمين الذي كما ذكرت بدأ في 13 من يوليو واستمر على مدار 52 يوما. كانت فعاليات المهرجان متنوعة ما بين فعاليات رياضية كمنافسات الكرة الشاطئية التي بدأت بها فعاليات هذا المهرجان الكبير والضخم، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية وأيضا الحفلات الفنية. اليوم حفلة مهمة جدا لشارموفلز، وأمس كان هناك حفلة أيضا لويجز ومجموعة أيضا من الفرق الغنائية التي استجاب لها الجمهور، وكان هناك إقبال جماهيري كبير من الجمهور الذي جاء خصيصا لحضور هذه الحفلة، سواء حفلة ويجز أو الحفلات الغنائية. هذا بالإضافة إلى أن اليوم أيضا سيكون هناك إقبال جماهيري كبير على حفلة شارموفلز أو هذه الفرقة الغنائية التي أيضا يقبل عليها الكثير. تحدثت أمس مع عدد من المواطنين والجمهور وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الإنجاز الذي وصلت له هذه المدينة. نحن نتحدث عن ساحل بطول 14 كيلو متر، وأصبحت هذه المدينة بالفعل من المدن السياحية المميزة التي تجذب الأنظار إليها، سواء في السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. وأيضا مهرجان العالم عالمين أصبح من المهرجانات الضخمة والكبيرة والذي ولد بالفعل كبيرا. نتابع معكم اليوم فعاليات هذه الحفلة الختامية وهذا المهرجان بعد 52 يوما من الفعاليات التي استمرت طوال هذه الأيام، ما بين حفلات تناسب جميع الأذواق وجميع الأعمار السنية. لا نتحدث فقط عن فئة الشباب أو فئة معينة، ولكن نتحدث عن جميع الأعمار السنية، جميع الأذواق، جميع الفئات شاركت في هذا المهرجان. وهذا بالطبع لتنوع ودسم فعالياته المتنوعة كما ذكرت، سواء رياضية أو الترفيهية أو الفنية. نتابع معكم حفلة اليوم في اليوم الختامي من هذه الفعاليات مهرجان العالم عالمين، نتابعها معكم بالصوت والصورة. شكرا لك جزيلا من العالمين أحمد الحوسيدي.